نداء الى جميع مواطني عين تيموشان، المديريه الولائيه للصحه بالتنسيق مع الحمايه المدنيه راهم دايرين برنامج تلقيح واسع لجميع المواطنين وخاصه اللي عندهم عاهات. نتمنوا تستجبوا للنداء وتجوا كما خوتكم اللي راهم هنا، راهم يسجلوا نفوسهم وراهم يديروا الفاكسان، والرابال يندار ان شاء الله دون زان موا كيما هادو تاع اليوم يدار لو 18 جويي ان شاء الله. مرحبا بكم في المقر نتاع لو 9 ديسمبر، المقر الثوري التاريخي لولاية عين تيموشات ان شاء الله. الله يحفظكم. السلام عليكم. المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بنيسان واجدين الآن في ساحة 9 ديسمبر لتغطية عملية التلقيح. عملية التلقيح ما زالت متواصلة. نشكر عوان الحماية المدنية وسيف الأمن و سيف التغطية على تضافر الجمهور. نتمنى المواطنين يكون فيهم اقبال، لان الفاكسيناسيون هي الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء. التلقيح مجاني يشمل كامل الفئات العمريه ابتداء من 18 سنه. السلام عليكم ورحمه الله. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps.